السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم حلقة جديدة من لعبة For This Frontier. بس قبل أن نبدأ يا شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك من اللايك، وخلونا بسم الله نبدأ باللعبة الصعبة هذه. أول شيء شكرا لكم على الدعم الرهيب للحلقات اللي راحت، فشكرا شكرا شكرا لكم. ثاني شيء قلتوا لي تعليقات مره رهيبه، مره مره مفيده ورهيبه مره. بس الحين عندنا مشكله بالكلي. اوكي، عندنا كلي هنا بس ليش مو شغال؟ اوكي شغال هذا بس انتاجه مره ضيق. طيب في كلي ثاني عندنا هنا قريب اذكر، صح؟ قلتوا لي فايز اهتم بالزراعه، اول شيء اهتم بزراعه، حاول تكثر الزراعه. انا شايف كلي بس وين؟ والله اوكي في واحد هنا، هل هذا اللي انا شايف؟ اعتقد. طيب خلونا نحط واحد ثاني هنا حق ليه، مع اني ما احس ان نحتاجه لكن خلونا نحط. طيب هل في اشياء مسوينا سكول؟ اتوقع سوينا سكول الحلقه اللي راحت او مدرسه. وين حق اوكي هذول؟ مو هنا مو هنا مو هنا فود، لا هنا رسوس. حلو هذا كلي، خلونا نحط واحد هنا لان يقول عندك ركس. خلونا نحط واحد هنا، ليش لا؟ اوكي ونوصل طريق. اللعبه هذه من الالعاب اللي ما تستعجل فيها، اذا استعجلت خلاص اعرف انك بتروح فيها. فايز علم نفسك. اوكي لكن عندنا مره ابو كلب. طيب الزراعه باللعبه هذه مره معقده بصراحه، مره معقده مره مره معقده. صدق هذا المفروض يكون فوق هنا، صح؟ هل نبدي نحط ثالث؟ يا حين يصير. اوكي ضربت صاعقه هنا، ما اتوقع يمدينا نحط ثالث بين هذولا. طيب يبين نحط مزرعه ثانيه. طيب خلونا نبدا زي، خلوني اسمع كلامكم، انا ماني عارف اتكلم، ونبدا في الزراعه. اوكي خلونا نبدا بالزراعه، نهتم بالزراعه شوي. احنا لحظه خلونا نشوف البيوت اللي احنا قاعدين نبنيها. سكول اوكي اصلا ممكن اعرف هذا وشو. هي اوكي هذا حق شو اسمه المستوصف او الدكتور. اوكي عندنا الفش هنا وضعه تمام. طيب هذا من وين يصيد؟ اوكي يصيد بالمكان المناسب، حلو. الاكل عندنا لا باس لا باس، في سمك هنا 50. هذا وين يصيد؟ يصيد هنا 20 او 204 جاب، صح؟ هل يمديني لحظه بجرب، هل يمديني اقول اتعصد هنا؟ يعني هنا السمك اكثر. اوكي عندنا هنا حق الصيد او الصياد. الصياد هل في وين مكانك؟ هنا انت بالدائره هذه. في صياد ثاني اذكر عندنا هنا، صح؟ يس ها صياد ثاني. في غزلان هنا، ليش تروح هنا؟ طيب طيب تعال تعال هنا، في غزلان هنا. يا في غزلان هنا. اوكي في تسع لكن صدهم، حلو. طيب نرجع لمحور حديثنا ونهتم في الزراعة أجين. طيب الزراعة، الزراعة سالفتها سالفة. اوكي عندنا الحقل هذا مرة حلو، المكان هذا. فخلونا نبدأ من هنا. قلتوا لي حط سوار، حطيت سوار، صح؟ أنا الحاطن، أتوقع أنا اللي حاطن. طيب يعني مين فايز اللي حاطن؟ ما أدري شكيت. خلونا نحط مزرعة مثلا هنا، 5 × 6 أو 7 × 6 أو 7 × 5 أو 5 × 7، صح؟ يا خلنا نحط وحدة 5 × 7 هنا وخمسة في سبعة هنا. يا راح أهتم بالزراعة، راح نهتم في الزراعة. 4 أتوقع كافيات حاليا، إن شاء الله نقول إن شاء الله إن شاء الله كافيات. طيب الشيء الثاني اوكي ليش؟ يقول خسرت بعض الفواكه. طيب ليش تخسروا؟ ليش ليش ما تبيعونهم؟ انت ايش وضعك؟ هذا حق اللي يقطع الاشجار، صح؟ سوينا الحلقه اللي راحت. طيب خلونا نحطه هنا، في اشجار هنا راح اقطعهم. لا تقول ما عندي اشجار، عندك اشجار. هذا حق الصابون، ممتاز ممتاز. هذا حق العربات، اوكي. هذا حق ملابس، صح؟ قاعد اقول وش هذا؟
طيب وهذا حق السلات، اوكي وضع تمام، وهذا حق حشرة الخشب، اوكي اوكي هذا حق اوكي. طيب وضعنا بالسليم، وضعنا ان شاء الله بالسليم ان شاء الله، اذا ما جتنا هجمة الحين وحاستنا. هذا حق الاسهم، وهذا حق البيري، حق هل ممكن تجمع فيه صح؟ ان شاء الله خلونا نقول صح، خلونا نقول صح نسلك له. طيب الاشياء اللي ما بنيناها الحين، بنينا مزرعة حلو، نحط طاحونة، يا نبغى نحط طاحونة عشان المزرعة، المزرعة لازم تكون عندها طاحونة، لكن الطاحونة تسبب ازعاج للسكان، ما ادري كيف لكن الطاحونة تسبب ازعاج. فش رايكم نبعدها هنا؟ بدي احطها هنا قريب عند اوكي عندنا مولود جديد، مبروك. هل احطها هنا او الفها كذا؟ المفروض كذا، اوكي في بيت احترق، فايز بسرعه حط الطاحونه، حطها هنا خلاص خلاص لا تعصبون، في بيت احترق. في بير هنا قريب، بسرعه طفوه. وش البيت اللي احترق؟ بليز طفوه بسرعه. ممكن ممكن الو الو هيلب بليز، ناس ماتوا اللي هنا. الو ممكن احد يجي يطفيه؟ اوه ماي جاد ليش ما يطفونه؟ لو سمحتم ممكن ممكن تطفون البيت، في بيت احترق، حط له طريق، حط له شيء، حط له اي شيء بليز. الحين بيحترق الثاني بليز نو بليز نو، ممكن تطفونه؟ يستهبلون. هل في امر اعطيهم؟ اوكي هذا طفوه، اللي طفيه اعطيه جائزه بسرعه بليز طفوه. ما ادري ليش انا حطيت الطريقين لكن ابغى يطفونه بسرعه. حلو طفوه، اوكي. ليش الكلي عندي ضعيف او قليل يا اخي؟ هذول ما يشتغلون، عاد المفروض يشتغلون. اوكي في قافله تمشي هنا تشوفونها، في اشخاص يمشون مع بعض هنا، وش وضعهم؟ الله اعلم. هل هذا هجوم؟ هل ناويين تهجمون علينا؟ والله ما ادري. طيب بعير بينهم، ضبط المزرعه وضبط الطاحونه بليز بسرعه بسرعه بسرعه، انا خايف من هذولا. فاز هذول طلاب المدرسه، المدرسه ما استوت. اوكي والله ما ادري وش وضعكم انتم، لكن واضح انكم تخوفون. في واحد قال فايز اضغط على العربة. اوكي خلصت المدرسة. بينضمون عندنا ثمان، اوكي حياكم. اوكي كانوا زعلانين يحتاجون بيوت صح؟ ياه. طيب قال اضغط على العربة وتشوف الاشياء المخزونة عندك، هنا مخزون العربة. عندنا سهم، عندنا ثلاث سيوف، وعندنا تولز او ادوات حقت. طيب مشكلة الحين بسوي بيوت، اللي جو هذولا يحتاجون بيوت. هاوس في تير 2 اكبر صح؟ لا هذا حق تخزين اكل، اوكي اوكي لا عطنا بيت عادي. طيب اهلا بالزوار الجديد، خلونا نحط بيت هنا، اوكي جنب الصياد. هنا ما يجي بيت، ما يجي هنا بيت، بس يجي هنا بيت. اوكي يمدي حطه هنا، لا ما ابغى احشرهم صراحه، ما ابغى اسبب زحمه، خلينا نحطه هنا هنا. هل يجي هنا؟ اوكي هذول البيت راح يصير ريحه سمك بسبه الاسماك اللي هنا، لكن مو مشكله اهم شيء يسكنون. طيب وبيت ثاني هنا، اوكي اتوقع حاليا اربع بيوت كافيه لانهم هم يحتاجون، عندنا خمس بس ما عندهم بيوت. كيف السعاده عندنا؟ طيب هنا خلاص عرفنا، ممكن مين الصياد تعبان. طيب خلاص المدرسه، اوكي ليش ما في احد يدرس؟ اوكي وظفنا واحد، لازم توظف شخص عشان يدرسهم. طيب وظفنا شخص، هل ياخذ فلوس؟ والله ما ادري بس ما اتوقع. طيب باقي الماركت لسه، مو الماركت
احنا الماركت خلصناه صح؟ ايش حلقت اوه يا الماركت هنا. طيب قلتوا لي فايز الاشياء هذه ما يمديك تبيعها حتى تجيبها للماركت. طيب انا ما ادري ايش ببيع بصراحه. قلتوا لي افضل شيء الحديد والذهب. خلونا نبحث عن حديد وذهب في المناطق هذه. هل عندنا منجم حديد؟ هذا وشو؟ لا منجم حديد او ذهب ما اتوقع شفت منجم حديد وذهب قريب عندنا، لكن لنبحث. هذا وشو؟ او عندنا منجم حديد استقبل. والله نسيت هذا ستون بيض. ذهب ما عندنا، متأكد ما عندنا. حتى الحلقة اللي راحت ما كان عندنا ذهب. الحين فايز يطلع ذهب تقول والله نسيت، لا ما عندنا ذهب متأكد. طيب يا هنا أذكر كان في ذيابة صح انتبه انتبه منهم. عندنا حديد بس هل لازم نحوله إلى خلينا نشوف. خشب عندنا 110، لحم ما راح نبيع اكيد لحم. كلي ما عندنا اصلا كلي، احنا نحتاج كلي. صابون عندنا 11. ايرون يا عندنا حديد وين راح؟ ايرون اور. هل هذا يمدينا نبيعه كذا او لا؟ خلينا نشوف. عندنا 28، لو اقول لهم جيبوا ال 20 يمدينا اكتب بيع. جيبوا 20، هل راح يجيبونا هنا ولا لا؟ خلينا ننتظر ونشوف. طيب هذه للحين ما خلصت المزرعة. هاوس ستورج. اوكي طيب. ايش كنت بقول؟ كنت بقول شيء. دقيقة بيضبطون بيوتكم لا تخافون، بيضبطون بيوتكم. كنت بقول شيء. كنت بقول شيء لكن نسيت. يا خلونا نشوف المباني الجديدة اللي ما سويناها للحين. العربة سويناه. الرياضة محتاجة، صدق الحين محتاجة اتوقع. فود. يبينا نسوي مزرعة الحين قمح. نحتاج قمح بصراحة. ما دام عندنا طاحونة فمعناته نحتاج قمح. حظيرة ابقار ما عندنا. ما عندنا اصلا ابقار عشان نقدر نسوي حديقة ابقار، مو حديقة، حظيرة ابقار. كلي سوينا، ايرون عندنا، جولد، كول ماير. هل في منجم فحد يا اخي؟ العالم اللي انا فيه احسه مره فقير. طيب اسال مدري شنو نجار ملابس. صح فهد قال اضغط على البيت الرئيسي ويطلعك الناس وش الناس وش يحتاجون. يحتاجون ملابس ويحتاجون هذول. طيب هل انا بسوي ملابس اصلا؟ دقيقه اتوقع ممكن تشيل هذه. متوقع انك كنت سويت محل ملابس صح؟ هذا النوع الثاني. يخرب بيتكم يعني يبون نوعين هم. دروع للحين. هذا يحول الخشب الى فحم. طيب خلونا نسوي حق انا ما شفته حق الله حق الشوز. هل احد شافه؟ هل سويناه حنا؟ يا هذا فايز شكلك مسويه متأكد. دقيقة شوف شكله. ما اتوقع سويته. ان شاء الله اني ما سويته، ان شاء الله مو حطيته صار عندنا اثنين. خلنا نتأكد. لا لا شيل هذه. لا لا ما والله بالخطأ. ريموف فلاج. ممكن ريموف ليه. ما اتوقع سويته. ياد ما اتوقع سويته. لو نسوي كان طلع واضح. اوكي. وضعنا بالسليم. على كيفك وضعك بالسليم؟ البيوت للحين ما خلصت. طيب قاعدين شغالين عليها، شغالين عليها. اوكي باقي كم واحد يخلص الحين؟ هذا خلص، اوكي. حلو. باقي هذول يخلصون بس. في واحد بس ما عنده بيت. واحد مات مو مشكلة. اوكي الكلي بدا يتعدل ان شاء الله. 4 صار عندنا ممتاز. هذه لسه ما خلصوها. بدينا ندخل الشتاء. عندنا اكل، عندنا اكل ان شاء الله يكفي الاكل. ايوه عندنا خير ان شاء الله. يبي لي احط مزرعة اشجار فواكه، تفاح وما تفاح اذكر فيه.
دقيقة وين؟ بلدت سوار كذات نوب. هذه حقته. هذه بسويها بعد شوي. سموك فيجن. الله. أذكر كان في فورست حقت. أذكر إني شفتها بس وين؟ الله أعلم. تير ثري لا مستحيل تير ثري. تير ثري صعب. بس متأكد. اوكي ما ادري وينها اختفت بصراحة ما ادري وينها. طيب هل هنا يمكن سكولر هذا سويناه رت هذا مع يمينة. او ماي جاد يرفعه هذا هو صح. يحتاج 25 كلي. شت يا الكلي عندي مرة. ليش مرة كل كم واحد يشتغل هنا؟ عندنا نوظف. طيب هذا خلص اللي فوق ان شاء الله خلص. يا خلص وفي اثنين. بس ليش انتاجه مرة ضعيف؟ ثمانية صار. طيب محل كلي ثاني. نحتاج محل كلي ثاني. ابغى انتاجه يصير عندنا مرة كثير. عند المقبرة ما في. هل يمديني اسوي جسر؟ اربطه هنا. اتوقع يمديك. اتوقع لو تبحث يمديك. في كلي هنا لكن مرة بعيد. أو شت في خنزير هنا بري اسحب عليه. اوكي ثمانية انتاجات يا اخي مرة بطيء مرة بطيء. طيب بحطه المبنى هذا. يا لازم الارض تكون اوه هنا 98. كيف ود اوكي 98 هنا مكان مرة حلو. هنا 90 لا هنا كان 98 94. اوش دقيقة خلنا نوقف اللعبة. 99 هنا يعني لو ازرع المنطقة هذه بيكون وضعها مرة خنفشاري. خلونا نحطها هنا ونزرع المنطقة هذه صح؟ منطقي. يا ابن واحد هنا وحط الزرع هنا. طيب المريض تعافى ما ادري ايش صار عليه. طيب كنسل هذول. انا سمعت صوت الذئاب عندنا قريب. كيف الاكل؟ الاكل تمام الاكل تمام. هل نسرع اللعبه شوي؟ خلونا نسرع. ايش كنا نحتاج؟ حطينا المبنى حق هذا يقولون قضى او خلص. كيف خلص؟ في اشجار هنا قطعهن. لا تستهبل في اشجار هنا الزحمة قطعهن. اوكي قطع الاشجار وخلك انسان محترم. خلاص نرعى اللعبة شوي نعطيها نتخطى الشتاء شوي. طيب هذا الحين ما خلصوه هنا. اوه في ويد. الويد يعني اخشاب وكذا من النباتات يبالها تنظيف يعني باختصار يبالها تنظيف. طيب الويد هذا راح ينظفونه ان شاء الله. برضو هنا ويد. في واحد قال لي فايز الساند بدك تجيبه يقول تحصل عند البحيرات الساند. انا ما شفته بصراحة الساند. يمكن هنا اوكي ساند ما شوف ساند. طيب خلينا نسرع اللعبة شوي. هل جانا تاجر؟ نو. يا ليت يطلع لك شو اسمه شعار ان جاك التاجر. اوكي المنطقة هذه مرة ذيابة. يبالنا نسوي جنود ونتخلص منه بسرعة. هلا الصياد يا منطقتك حلو. يعني. والسكر الشت. الفود بدا ينقص عندنا. الأكل بدا يخلص. هل طيب قبل لو أحط صياد ثاني هنا بجنب هذا. دقيقة وين ابو الصياد فيشنج لو يا بحط صياد ثاني. انا ما ادري ليش حاط الطريقين بس من حركات فايز الخرافية. طيب بحط صياد ثاني يساعد هذا. هنا في
زحمة غزلان إذا ما هربوا. السنة السابعة عندنا مولود، اثنين دخلوا مدينة حقتنا، ممتاز. أوكي خلصوا البيوت، حلو حلو. طيب هل خلصتم هذا؟ هذا مهم، أحتاج خلصونه بسرعة، هذا بيطول، يمكن يبغى له سنة ثانية. يا الأعشاب الضارة مرة كثيرة، يا أعشاب ضارة صح هذا اسمها. اسمها أعشاب ضارة. دقيقة حبة 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 حبة. فكر الحين احنا بالسنة الثانية بينظفونه إن شاء الله تنزل. يقول ليش أحد هاجمك ولا شيء؟ أوكي في عندنا مستشفى، روحي له. هل خلصوا المستشفى؟ يا خلصوا، وضع تمام. طيب بس أحتاج يخلصون هذه، إذا خلصوا هذه وخلصوا المزارع الثنتين بيكون وضعنا تمام. طيب ليش الأخشاب صفائح الأخشاب قليلة؟ وين حق صفائح الأخشاب؟ أربعة يشتغلون فيه، يخرب بيتكم، اشتغلوا صح. طيب أنت عندك أشجار هنا ممكن تقطعها. طيب ما تعتبرنا أشجار؟ تعال هنا قطع الأشجار هنا. أوكي ما دام ما جانا أي هجوم فوضعنا إن شاء الله بالسليم. أوكي سعداء السكان نوعا ما سعداء. أوكي يحتاج كم؟ 125 زائر أو ساكن تكون عندنا، ويحتاج نطور البيوت إلى 25. شت عندنا ثلاث بس مطورات. أوكي حلو خلصت هذه، ممتاز ممتاز. طيب هذه أول شيء يا أخي فيها أعشاب ضارة، أول شيء أبغاكم تنظفوها بصراحة، أنا آسف لكن أول شيء نظفوها. يا نظفوها من الأعشاب هذه. وثاني شيء فصل الصيف ازرعوا شيء مناسب بالصيف، فاصوليا. اوكي حلو، بعد ما ينظفونا يزرعون. السنة الثانية نبغى قمح بالصيف على نهاية الشتاء وبالصيف يصير وضعه تمام صح؟ اوكي لكن يحتاج grow time. اوكي اتوقع تمام، يحتاج سماد عندنا هنا صفر اتوقع. طيب مو مشكلة حطوا هذا ان شاء الله يمديكم تضبطونه، مع اني اشك لكن ان شاء الله. السنة الاخيرة حطوا جزر، يمكن جزر بالشتاء، حطوا جزر. اوكي كيف جزر يزرع بالشتاء؟ الله اعلم، لكن بالشتاء يزرع الجزر. احطه معه اوكي 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 اوكي. ورود ما ادري ليش نحط ورود، حط هذا القمح الثاني. يا رب ما جبت العيد، يا رب ان شاء الله ما جبت العيد، ان شاء الله فايز. يبين نحط سور، يبين نحط سور عليهم، بس خلصون اذا خلصوا بحط سور. هذول نحتاج يخلصون بعد بسرعه. طيب السمك اللي هنا قاعد يصيد هذا صح؟ يا يجي هنا يصيدون سمك ويرجعون، صح انه مشوار عليهم لكن افضل من لا شيء. خلص الصياد اللي هنا، يس خلص. يا عليك بالمنطقة هذه، نظفها تنظيف، احتاج لحم، نظفوها. طيب باقي هذا بس انتظر يخلص. هل جانا تاجر؟ يس عندنا تاجر، حلو حلو حلو. الحديد اللي جبنا وين راح؟ احنا جبنا حديد. الو ما يبغى حديد التاجر هذا. دقيقه انت وين رايح صح؟ اتوقع بدنا نبيع له شوز بس ما راح يصابون. طيب ما راح بي. طيب وش وش يبيع؟ فلور، بيع طحين، فاصوليا. احنا معنا 200، خلونا نشري منها اكل صح؟ الاكل عندنا بدا يخلص، خلونا نشري مثلا فاصوليا.
لا ما نحتاج. أو نشري الطحين، الطحين نحتاج هذيك تخلص الطحونة، حنا الطحونة للحين ما خلصت. يا باخذ منه فاصوليا، خلونا ناخذ منه كم بيحب، والله رخيصة، هناخذ منه حق 50 صح؟ عطنا أبا 50. أوكي لا مو لا 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 تصير على الطماع مرة، قلنا 50 بس. أوكي هل حسبها 50 ولا يستهبل؟ ليش ما يحسب 50؟ 50 يعني تعطى حق 112 ليش لا؟ يلا أوكي شريناه صح؟ راحت فلوسك راحت فلوسك. أنا قاهرني الحديد ما أدري وين راح اللي عندنا. أنا جبت حديد متأكد، قلت له حط حديد هنا. أوكي ما أدري وين راح. هل هذا ستون؟ أوكي خلاص شرينا منه فاصوليا، وإن شاء الله بتعدل الأكل عندنا شوي إن شاء الله إذا ما كنا جايبين بعد العيد. بس انتظروا يخلصون هذا، خلونا نسرع اللعبة شوي. فازت بسرعة اللعبة على آخر شيء مو شوي. أوكي هذا الوضع وتبقى قاعدين شغالين الحين يضبطون الأرض صح. مفروض ينزل هذا الحين 68 أو 86 ما تعرف تقرأ، يا مفروض يضبطونه. طيب في قلتوا لي حيا الله واحد عندنا قلتوا لي إن هذا يمديك تستخدم السماد إذا صار فل. إذا صار فل مو الحين، إذا صار فل. يعني بدري عليه. طيب هل نحط السور؟ يا خلوني أحط السور. أحتاج أحط سور بصراحة. دقيقة حب حب اللي قاعد يصير، انتظر بس انتظرني شوي. بحط سور هنا. أوكي وخلي البوابة هنا. أوكي. وهذا خلي البوابة هنا. وهذا كذا. حلو. عطني بوابة بتكون واحدة هنا وواحدة هنا. أوكي ضبطوا. هذا اللي الحين ما خلاص أخي، هذه ليش تطول؟ وش يحتاج؟ نحتاج الأداة هذه، ما عندنا حقت الهيفي تولز. طيب وين راح البيع؟ أروح وخلاني. طيب يا نحتاج الأداة هذه عشان يبدي يبنونها. ممكن تخلصوا هذا بسرعة؟ خلصوا هذا بسرعة. أوكي المزرعة الثانية خلصت صح؟ يس حلو. ماي جاد يا الود اللي فيها. نظفوها أول شيء. يا كل أي سنة نظفوها. اشتغلوا عليها تنظيف ضبطوها. وبعدين وش مزرعنا؟ هاي تضبط الأرضية. والله ما أدري. حط فاصوليا، الفاصوليا فصل الصيف مرة تمام، فعطنا فاصوليا. السنة الثانية عطنا بداية الشتاء جزر، وبعد قمح ما يمدي راح نسويه. شت هذا تحتاج هذا في الشتاء بعد. عطنا خوخ اثنين. اوكي ضبطوا خوخ، وبعدين ضبطوا الارض ثاني مرة لانها بتكون معدومة. او لا خلوه هنا بس يكون سنة تضبطها. لا لا ما يصلح كذا يعني ورا بعض. لا عطونا هذه اللي بي وقت تنبت. عطنا زرعة معقدة لكن حبة حبة نضبط الامور ان شاء الله. مع ان الاكل ربي يروح فيها عندنا لكن مو مشكلة ان شاء الله مو مشكلة. ليش بتخلصون هذه؟ بليز خلصوها بسرعة. اذا ضبط هذه راح يتعدل اكلنا. راح نزرع فواكه. الصيد عندنا اخلص الغزلان اللي هنا ما زال فيه. اوكي ايش قاعد تسوون؟ ممكن اسال. اوكي 400 جاب. اوكي لا باس حلو. طيب يا شباب ابني الحلقه هنا. حلقتنا اليوم كانت حلقه خفيفه ظريفه، ما الحمد لله ما جانا اي هجوم. واكتبوا لي تعليقاتكم وش الشيء اللي انا قاعد اسويه خطا، واكتبوا لي وين احصل المعادن الثانيه. اوكي احترق بيت، وانا احصل المعادن الثانيه اكتبوها لي تحت.
وإن شاء الله أشوفكم في حلقات جاية. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.